اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم حنشوفوا راي الجزائريين على الحمله اللي راهي منتشره وراهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا راهي تدعو الجزائريين باش يخرجوا يوم 14 اوت يعني نهار الجمعه ان شاء الله باش ينقيوا حومتهم، وهذا تحت شعار جيب جيرانك ونقي حومتك. شوفوا معنا واش رايك في الحمله اللي راهي تدور في مواقع التواصل الاجتماعي وراهي دايره حاله، واللي هي قال لك لازم على المواطنين الجزائريين كل واحد يخرج ينقي حومته يوم 14 اوت يعني بالجمعه من اجل جزائر نظيفه. واش رايك؟ هو اكيد هي مبادره رائعه جدا وتحتاج الى يعني الى المواصله دائما ماشي الا ب 14 اوت، لان الشعب الجزائري قبل كان انظف من اليوم بكثير. نظافه من الايمان، فهمت؟ ماشي لازم حتى يكون نهار باش نوض ناس نقيه، هي المحسن هي كل يوم. هذه الحملات التوعويه من اجل النظافه ووضع اكياس خاصه للقمامه، القمامه العضويه والقمامه ذات الاوراق والقمامه ذات الزجاج والقمامه ذات الانواع البلاستيكيه حتى يعاودوا التهيئه نتاعها من جديد، وتكون يعني تدخل لنا مصدر من يعني الدراهم للبلاد، وحتى تكون هناك نظافه. احنا نقولوا باللي النظافه هذه مفروضه، لان العديد من خاصه العاصمه يعني المفروض هي اللي تعطي الوجه الحسن. لا با بيزو يديروا ان جور هكذا، اللي ماشي لازم حتى يديروا جور واش عيدوا، لا نورمالمون نظافه كل يوم ماشي غير يعني كل يوم، فهمت؟ يعني هذه الحمله نورمالمون تكون كل يوم ان شاء الله، وان شاء الله نبداو نسيو نطهروا في نفوسنا لداخل قبل، ومن بعد كي نطهروا نفوسنا ومن بعد هذيك البرد تجي ساهل. انت حتشارك وتنقي حومتك نهار الجمعه؟ بوركوا با، بوركوا با ان شاء الله. ولا لا 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 كانوا الغاشيين احنا رانا معاهم، يا با بروبليم. انت موالف تنظف شويه في الحومه زعما تنقي؟ لا لا شويه كرون فينيا ما نكذبش عليك والله والو. علاش نورمالمون لازم تنقي؟ لا لا ما ان شاء الله بوركوا با. انت راك تشوف بلي هذه الحمله راح تدفع المواطن الجزائري باش يخرج وينقي حومته؟ المفروض هذه المبادره تاعي تكون يوميه، حتى تتنقى البلاد وتنقى الاحياء اللي احنا شفناها، يعني الكثير من الاحياء ما تقدرش حتى انك تجلس فيها من كثره الروائح الكريهه وكثره القمامات الموجوده فيها، يعني كان الجزائر خلاص. وانت تلبي هذه الدعوه وتخرج في 14 اوت؟ طبيعه الحال انا كمواطن جزائري يعني نلبي هذه الدعوه ونخرج. بيناتنا ما في نقيها كحوم تاعك؟ طبيعه الحال كنا نقيو العمارات نتاعنا، نكونوا يعني مدايرين لجنه في العماره انها تنقي وتنظف، وحتى المحيط يعني زرعنا حتى الورود امام الاحياء. الانطلاقه هذه شفتها جوستومون في الفيسبوك، جوستومون كنت نهضر عليها مع جماعه البارح في الحومه، فريمون يعني سيت اون بون انيسياتيف، يعني مبادره مليحه كما يقولوا. كاين ناس يجيو يستاسيونيو افيك دي زعما دي بيل فواتور، تشوفهم انت تقول جام هوليوود، فهم كيفاش؟ ويحل مال ويرمي زبل، هذاك تقول له انت نقي. وانت في ميزك هذه الحمله حتاثر فيه ويروح ينقي؟ اثر بالك صار سي تان فلاش، سي بون سي بون سي اون تري بون انيسياتيف. عندها دور كبير باسكو شويه في السخانه الناس يسهروا ويطولوا وما يحافظوش بزاف على المحيط، وهذه سي تري امبورتون. على بالك حتلبي هذه الدعوه وتخرج تنقي حومتك؟ ان شاء الله ان شاء الله، حنا جوستومون تفاهمنا في الحومه. وموالفين تتفاهموا زعما باش تنقي حومتك؟ بيان سور بيان سور. انت في 14 اوتك حتلبي هذه الدعوه؟ انا راني ملبيها دوبي 4 اون. يعني انت من هذاك الناس اللي ينقي؟ انا الناس كنت واجد واسيت لهم الجنينه في الحومه بالضوء، انت تقول راك في هوليود. من المفروض يعني ماشي حتى نديروا حمله تحسيسيه باش تكون مبادرات كيما هذه، يعني شغل تكون كل يوم ماشي؟ يعطيك صحيح، يعني على الاقل كل اسبوع في الويكاند كيما نقولوا حنا يوم الجمعه كامل، يعني نقولوا تاع الحي لو كان يتجمعوا ينقوا الاحياء تاعهم. مبادره مستحسنه، يعطيك صحه. الناس كامل لابسين كرون موند طوموبيلات 4x4 كدايا ويرمي الزبل، يخليوا ساشيات في الباركينج ويروحوا، شكون ينقي؟ يعني حملات توعيه كي من هذه كما نقولوا حنا مستحسنه. وهذه تقدر تكون زعما سبب باش شغل الجزائر تكون نظيفه وتتنقى ان شاء الله. حنا عندنا خاصه في العاصمه عندنا صافي لونطو هما يقولوا مشروع الجزائر البيضاء، بصح انا نشوفوا دائما احياء تاع العاصمه ما زالت هي. المفروض هذه الحملات تكون تطوعيه تلقائيه، مش المفروض انها تكون من اجل هناك توعيه في الفيسبوك ولا في القنوات يعني التلفزيونيه ولا في الجرائد. بالعكس هذه طبيعه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام نظيف ويحب النظافه. كشعب مسلم كما نقولوا جزائري النظافه الاولويه عندنا، ما نستناوش حتى يقولنا خرجوا، ما نستناوش حتى حمله ولا ما نستناوش حتى حمله، احنا لازم نكونوا نظاف، لازم نكونوا نقي. فيهم نظاف و يا خويا نكذب عليك، يغطوا الشمس بالغلبان لا بلي بان وين جوز لا صالت يوميا. انسان هذوك اللي يخدموا حاشاك عاونوا النظافه يجوا نيتوايو ويلفدوا زبل، ميم با خمس دقائق تلقى الدنيا معمره.
يعني مسؤوليه تاع الشعب، لازم الشعب يكون منظم يكون نظيف. الشعب يلعب دور، يلعب دور، لازم هو يكون نقي. صح كان اللي يرموا علينا الشكاير من فوق حشك ما يهبطوش، ما بالتحت اللي ياكل يا وقت يرمي، اللي عنده صاشي ما يهبطوش يرمي، حشك الخنز في لي مابل حشك. انا في هذه نهضر معك وليدي باسكو يعني هاد المبادره بالك راح تنقي شويه الحال. ان شاء الله يا ربي العالمين، كان اللي نقي وكان اللي يرمي على اخوه. بصح نقول لك حاجه والله غير انا عجبني الحال، انت حاجه النقاء انا نحب النقاء. الحي تاع باب الواد معمر. شنو معمر؟ معمر حشك بالاوساخ يوميا تحت لي باركون في لي كوتي تاع لي باركون. ما ينقيو زعما ما يخرجوش الشباب ينقيو؟ ما كانش بزاف. كيما انا خويا اسمح لي بيرسونيلمون، انا نهضر على نفسي شخصيا، انا نسكن بريمير ايطاج شوسي، انا ينقي حشك تحت داري ونقي كاع طوطوار لي واحد ما يخرج زعما يعاون. ما يعاونونيش والله غير وحدي. وانت هاد الحمله راكي تشوفي زعما تدفع المواطن الجزائري باش يخرج وينقي نورمالمون الانسان يكون مسلم وعنده يعني ضمير وياكلوا قلبه وعن نظافه يخرج ينقي. باب الواد زمان كانوا يجيبوا الماء مرميلة العواد بليسيتان، كي يخلص المارشي يغسلوها، تجي عند تاع 12 الوحده تقول ما خدم حتى واحد انايا. ودوكا ودوك راهي كاريتي اشكو تبارك، اما البالكونات العفن يبيعوا الحوت في وسط العفن. ماذا بينا تكون هذه النظافه هذه ثقافه لازم ترسخ في الذهن المواطن الجزائري، لان ثقافه بالنسبه لك بهذه المبادرات زعما حتولي له ثقافه المواطن الجزائري. على كل حال بالتربيه النشء صغير في المدرسه وفي الاسره لازم تكون هذه ثقافه النظافه. وعلاش البلدان الاوروبيه راهم يتباهوا ومطورين؟ مطورين بالبلاد تاعهم بالثقافه تاعهم، والنظافه اولا وقبل كل شيء هي تربيه وثقافه هنا. ان الحراره ما زالت موجوده عند المواطن الجزائري، ويتمنى لهذا العمل الجماعي، ويتمنى المهم المواصله دائما الاستمرار، يعني ما نديروش حاجه لاجل مناسبه ومن بعد ننتهى كل شيء. انتوا في حومتكم ما فين ينقي ولا حومتكم ما ينقي؟ حومتنا لا، انا نشوف في الجزائر كلها ولات نفس الشيء. قبل كانت انظف العاصمه هذه يضرب بها المثل في النظافه، يعني نتذكر من كنت صغير نجو الصباح لهنا نوصلوا من نجاي من بسكره 4 تاع الصباح لهنا الدنيا يغسلوا فيها بالماء والصابون. ودوكا دوكا ما كانش هاد الثقافه، ما كانش الناس هاي ترمي من البالكونات ترمي فلوس. بنبعث ولادي وكلش ونتعاونوا في هذا النقاه هذه يا رب. الكارتي تاعكم يكون نظيف ان شاء الله، نطلبوا ربي تبقى هكذا. قال لك النقايه لو كان يبقى كاع الحومات مقيين لا فولونتي برك. ما في زعما تعاونوا متنقي حومتك؟ مالف انا كنت خدام بلديه كنت نقي كدايا من بعد حبسونا. ودوكا كيحبسوك راك تنقي شويه حومتك؟ مانيش نقي انا خدمه للدار. ما لازم حتى يخلصوك باش تنقي داري يابا والله بدا نقي في داري. لازم حتى يخلصوك باش تخرج تنقي؟ لا ماشي على هذيك. دوك انا نقي واحد ما ينقيش ولا انا نقي لك وانت علاش تقدر تنقي بالك هذاك الاخر كي يشوفك تنقي ياكلو قلبو يزيد يجينا. زير الشعب تاعنا كاع نقي يكذب عليك، كاع يحب حومته كاع يحبوا ديورهم كاع كيما ما كاش من هذا يحب لوسا. والمبادره هذه مليحه كل شهر يديروا هكذا كل فاكونس يعني نشجع كاع الناس باش يخرجوا باسكو سي امبورطون. حنا شفنا حملات يعني في دول غربيه يديروا اشهار يقول لك مثلا يقول لك علبه سيجاره تسقام لك 90 دولار، معناتها اللي يرمي علبه سيجاره عنده مخالفه ب 90 دولار. يديروا حملات توعيه كيما هكا اللي تلفت الانتباه تاع المواطنين واللي يزيد التحسيس تاعهم. نشوفوا بلي في الجزائر مبادرات كيما هذه ناقصه بزاف مبادرات. وانت يا موافق زعما تخرج تنقي حومتك وتنقي الكارتي تاعكم؟ احنا من داك نقوا الكارتي بلا ما يعني تخرج انت يا تعاونوا. عندنا سيتي كلوتيري كيما يقول لك الحمد لله توجور يعني يقوموا بالمبادره بيناتنا تما. اعطيك صحه. وانت عندك تعاونهم هكا؟ بيان سير كي نكون قاعد بالويكاند بيان سير. تنقي دارك نقي حومتك وين تخدم وين تاكل وين الدروج ولازم هذا الناموس الذبان والمرض للدراري. في حومتكم ينقيو شويه؟ شويه وليدي والله شويه غير مو علينا الصاشي تشك يجي عندي انا نهضر نيشان. القاذورات في كل مكان والله غير يشمئز الانسان، يشمئز الانسان من هذه الحاله هذه. شوف انت اوروبي كيجي الاجنبي بالنسبه للمدينه العاصمه هكذايا يشوف القاذورات يقول لك اين هو هي ثقافه المواطن الجزائري وراه الاسلام وراه. وهذه الحمله هذه زعما حتكون سبه وتتنقى الزاير ويكونوا ما يكونوش كاين احياء؟ ما نضرش لان الثقافه قبل كل شيء لازم تربيه لازم ترسخ في الذهن الجزائري، لازم نربيه ماشي هكذاك برك بالحملات. الحملات بالك تجيب يوم يومين وكذا، بصح ما تجيبش الماده البعيد.